السلام عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قالوا لينكس، معكم عبد المجيب. خلاص ما راح انقطع، اوكي. طبعا كل فيديو اطلقه خلاص ما راح انقطع، بس هالمره خلاص انا قررت وان شاء الله بسوي، لانه الوضع عندي استقر مو زين. قبل صار عندنا ظروف بالشغل، وبعدين ظروف الدراسه، وبعدين صار عندي شغل ثاني اسوي، بس ما لقيت وقت. بس بعدين قررت انه خلاص كل يوم سبت بيكون عندنا فيديو جديد، اوكي. طبعا الفيديو بيكون على حسب، يعني مره بيكون درس، مره بيكون سواليف، مره بيكون اخبار، مره بيكون برمجي، مره يعني طبعا برمجي تحت الدروس اصلا. على كل حال ان شاء الله يعني هذا هو الجدول اللي بصير. طبعا كالعاده بنرجع نفتح باب الاقتراحات من جديد، اوكي. بالفيديو هذا ابي الجميع يكتب مقترحاته عن ايش الاشياء اللي حاب يشوفها، اوكي. طبعا القناه تقدم البرمجيات الحره، اوكي. واضح شو اقول، صح؟ يعني ما حد يجي يقول لي صحنا شيء ثاني مو برمجيات حره، او ما له علاقه بالبرمجيات الحره، او اصلا مستخدمين البرمجيات الحره ما يقدرون يحصلون عليه، ماشي. فالقناه بالاساس فيها مراجعه للتوزيعات زي ما انتم عارفين، فيها دروس البرمجه الخاصه بالبرمجيات الحره، اكيد مو برمجه مثلا يجي واحد يقول لي صلح لي برمجه بي اتش بي، مليان انترنت بي اتش بي، ليش انا اشرح بي اتش بي؟ يعني شو بضيف لك جديد؟ بس ممكن اضيف شيء يساعد، او شيء له علاقه بالبي اتش بي ويساعد مطور ومستخدمي البرمجيات الحره، هذا كلام ثاني. لكن البي اتش بي نفسه ما اتكلم عنه. طبعا في البرمجه تكلمنا عن الشيل سكريبتنج وما كملنا اصلا، وصلنا من ذاك الدرس. في بعض الاشياء الخاصه بالحمايه، الاشياء الخاصه بالشبكات، اعدادات الخوادم، عد واغلط، الدروس كثيره، فاكتبوا هنا اللي تبون، اوكي. هذا الفيديو بالتحديد راح اراجع كل تعليقاته، كل تعليق على انفراد راح اعطيه اهتمامه، وراح اكتب كل ملاحظات عنه، وراح اسجل كل شيء باذن الله، انه يعني يكون فيه يعني المهم. بعدين في النهايه بقرر انا وش بسوي، يعني ما راح امشي كلامكم، لاني شخص عربي والعرب دكتاتوريين، ويعني يلا الواحد يكون صريح من البدايه. الحلقه هذه من وش من جديد راح اتكلم عن، كنت محضر اشياء كثيره بتكلم عنها، بس بعدين جت سالفه لينكس مينت واختراق توزيعات حقت لينكس مينت وتوزيعات لينكس مينت. طيب اوكي، خلونا نتكلم وش اللي صار بالضبط، اوكي. طبعا توزيعات لينكس مينت او فريق لينكس مينت الاسبوع الماضي اعلن، قال يا جماعه الخير اللي حمل توزيعات لينكس مينت 17.3 واجهه سينمون، اوكي، في تاريخ 20 فبراير، ترى احنا بذاك الوقت تم اختراق الموقع وتم تحويل الصور الايزو الى مواقع ثانيه تحملت منها وليس موقع لينكس مينت الاصل، يعني الا في حالات معينه انك تكون حملت عن طريق التورنت او حملت عن طريق الاتش تي تي بي، بالحاله هذه بيكون ما جاك شيء. هذا يعني من باقي الاتش تي بي فقط هو اللي ما ممكن يكون حوله عن طريق الاتش تي بي. ترى انا فعلا ما قرات المقال يعني بالحيل. المهم قرات بس بعض التفاصيل اللي تحت، لكن المقدمه ما قريتها. طيب اللي حصل باختصار شديد، موقعهم هو اللي تم اختراقه، توزيع لما تم اختراقه، وهنا في فرق كبير، لأن الخبر هذا في ناس مبسطة عليه، أوكي؟ أصلاً توزيعة لينكس مينت عبارة عن نسخة من ديبيان فاشلة، واللي يقول لك أوكي؟ الموضوع باختصار شديد، أنت عندك نظام تشغيل، أوكي؟ وعندك موقع تضع عليه رابط تحميل نظام التشغيل. الموقع تم اختراقه وتم التلاعب بالرابط هذا. نظام التشغيل أو التوزيع ما جاء شيء. هذا اللي صار. التوزيع بقت زي ما هي. اللي حصل أنهم هم أخذوا بعض الروابط الخاصة بال 17.3 سينمون، اوكي؟ تاريخ 20 فبراير، اخذوا النسخة هذه وحطوا فيها باك دور، الباك دور هذا راح يسحب منك معلومات معينة. ثم بعد ما انهم سووا التعديلات حقاتهم قاموا حولوا بعض الروابط الموجودة في موقع لينكس مينت لتحميل هذه النسخة، وليس تحميل نسخة لينكس مينت الأصل. يعني نسختهم المعدلة، أنت لما تروح الموقع حق وتضغط الرابط هذا، الرابط هذا بدل ما أنه يوديك فوق يأخذك على لينكس مينت فعلا، يقوم ينزل بك تحت الجحيم ويخليك تحمل نسخة ثانية اللي هم لاعبين فيها أصلا. هذا اللي صار، أوكي. لينكس مينت نفسه ما جاها أي شيء، أوكي، حبيبتنا وحبيبة الكل يعني يعطيها رقصة كذا. المهم بس هذا اللي صار، يعني هذا اللي صار باختصار شديد. ملخص الحديث أنه توزيعات لينكس مينت نفسه ما صار لشيء، أوكي، يعني لينكس مينت ما زالت كما هي كما عهدناه يعني، لكن موقع لينكس مينت هو اللي فيه زي شيء يعني. اوكي، بضيف لكم حاجه شويه تخوف. اللي موقع اللي مسجله موقع لينكس مينت والباسورد هذا اللي مسجله في موقع لينكس مينت يشابه باسوردات ثانيه، لازم اغير كل الباسوردات هذيك، بسبب انه اساسا حتى موقع لينكس مينت في تاريخ 16 يناير تم سحب قاعده بياناته وعرضت للبيع اصلا في مواقع ثانيه. نعم، ليه؟ هلا
ما ادري صار والله يعني شو يسوي لك يعني هم دخلوا موقعهم بعدين سحبوا قاعدة البيانات بعدين سحبوا قاعدة البيانات قاموا حطوها في موقع ثاني عرضوها للبيع. هذا يعني في ناس كثير عندهم معلومات هنا الحين. نايس نايس ورك اوكي. بعدين شو بصير اللي بتسويه انك اذا كنت تستخدم باسورد في موقع لينكس مينت نفسه في مواقع ثانية راح اغير باسورداتك الله يعافيك. اما اذا كان باسوردك في موقع لينكس مينت مختلف او باسورد خاص في موقع لينكس مينت فان شاء الله ما راح يجيلك شيء. في حاجة بضيفها ثانية؟ إيه. الجماعة حقين لينكس مينت أعطوهم خبر في تويتر قالوا لهم ترى موقعكم مخترق وتقاعد بياناتكم مدري إيش، بس إنهم ما ردوا لأنهم أساساً حاطين حساب في تويتر. وهذا برضو في توضيح حاب أقوله، في ناس يقولك برضو هذه مسؤولياتهم ليش ما ردوا على حسابهم بتويتر. حساب تويتر حقهم عبارة عن حساب يسوي كلونينج يعني ياخذ من موقع يحط ياخذ من موقع مؤتمت يعني، فمش الحساب الرسمي لان الشخص اللي سوى لهم منشن ما حط حسابهم الرسمي سواه على لينكس داش من تحدي اندرسكور مينت. اوكي اوكي. فاللي حصل عبارة عن شقين من القصة. القصة الاولى انه قاعدة البيانات اصلا تم لحسها من السابق وتوزيعها على مواقع عروض للبيع من قبل، ومع هذا يعني معلومات المستخدمين كلمات مرورهم ايميلاتهم نشرت. الحاجة الثانية انه تم التلاعب في الموقع وخلوا بعض المستخدمين او الناس اللي حملوا في 20 فبراير يحملون نسخ فيها باك دور. طيب كيف تعرف النسخة اللي كحملت فيها اساسا فيها باك دور؟ لا بكل بساطة في تحت بالتعليق انا كاتب لك مسار ملف اللي هو فار في مس في في في, في الفار في حاجة هنا مكتوبة. انا على فكرة عندي نسخة من الملف اقول لكم يا ابو انا هذا وش هذا هو سلام هذا هو لفار لب مان دوت سي واي. اذا هذا الملف موجود في النظام عندك معناته ان نسختك فيها انه. عشان تفحص توزيعتك اصلا او النسخه اللي انت حملتها اول شيء تحمله شغله في الفيرتشوال بوكس واقطع الانترنت تماما يعني جاست ان كيس اوكي، وبعدين ادخل على التوزيع حقك وشوف اذا كان هذا الملف موجود فنسختك تم تلاعب بها وهذه النسخه وهذا هو البكتور ولا صح اوكي. اما اذا هذه مش موجوده فان شاء الله نسختك ما فيها شيء. انا نفسي الحمد لله ما حملت شيء ب 20 حملته ب 16 و17 تقريبا بس 20 ما حملت شيء. المهم نشوفكم ان شاء الله في دروس قادمه. توزيعه لينكس من زي ما قلت لكم نفسها ما انضرت. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.